بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل مع حضراتكم تغطيه خاصه في قناه الاهلي واستاد الاهلي لليله الكاس، الكاس رقم 85 في تاريخ الكره المصريه، البطوله الاقدم عربيا وافريقيا ومحليا بكل تاكيد. النادي الاهلي افكركم مره ثانيه هو الاكثر حصولا على بطوله كاس مصر ب 35 لقب، وده ريكورد من الريكوردز للنادي الاهلي، والارقام القياسيه ما شاء الله دائما تكون في تزايد. في طبعا بدايه الفقره الثانيه لازم ارحب بضيفي الكبيرين واساتذتنا الكبار في الصحافه، الاستاذ زغلول صيام رئيس قسم الرياضه بجريده فيتو. مساء الخير يا فندم ومشرفنا في قناتنا. مساء الخير واهلا بيك، ومساء الخير بكل المشاهدين والمتابعين ان شاء الله. ايضا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ اكرم عبد الغني رئيس قسم الرياضي في جريده الوقت. اهلا بك يا فندم ومنورنا في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن محمد، انا سعيد اني متواجد معاك. انا سعيد، الشرف ليا يا فندم. النهارده ليله الكاس، كاس من الكؤوس الغائبه للنادي الاهلي منذ 10 سنوات في اجواء في الكره المصريه، ولكن خلينا استفيد مع حضراتكم استاذ زغلول، موسم لا ينتهي في الكره المصريه، 335 يوم ولا يزال، مش هنقول بقى البحث جاريا، لا يزال الموسم جاريا، وده لا يحدث في العالم، ولكن نتمنى من الاتحاد الكره في الموسم الجديد ان يكون في ضوابط اكثر للبطوله حتى ما يبقاش في المشاكل اللي بتحدث في الانديه سواء من اصابات والمنتخب واستعداداته. اعتقد ان اللي موجود حاليا والصوره اللي موجوده تعاقب المواسم و ارهاق اللاعبين دائما في البطولات دائما عندنا المواسم متلاحمه ومتواصله مع بعضها، فده احد عيوب كره القدم المصريه، الجداول غير ثابته، مواعيد المباريات غير محدده. اعتقد ان لابد ان يكون في اتحاد الكره وضوح اكثر من ذلك. هو يمكن امبارح كان في قرعه الدوري الممتازه تحدد نهايه الدوري، وده هيبقى الموسم القادم ان شاء الله هيبقى موسم استثنائي، لان الفيفا بتصر ان المسابقات تنتهي في شهر مايو على اساس ان كاس العالم 2018 هيبقى موجود ان شاء الله يكون نصيب لمصر. لكن في كل الاحوال انت لو عايز مجال كره القدم وبزنس كره القدم يبقى اكثر فاعليه، لابد ان انت تبقى عندك محدد عدد المباريات، الاجندات الدوليه تبقى ماليها، ما يجيش المنتخب نحط الماتشات في الفراغات قبليها باسبوع او قبليها بشهر. كل الدول المتقدمه كرويا حتى عندها اجنده واضحه المعالم على الساعه، تقدر على الساعه تقدر تسوق. يعني يمكن يعني الشركه الرائعه لاتحاد الكوره كان في كلام مع احد مسؤوليها، فكان بيتكلم على انه بيتكلموا مع شركه انجليزيه ان هي تشتري الدوري المصري. قال له عظيم جدا، الدوري المصري دوري كبير ودوري ليه اسم، لكن في بعض النقط لابد ان انت تجاوب عليها. كان احد المحاور بتاعتها قال له ان انت اديني جدول ثابت لمباريات الدوري عندك، الجمهور بيحضر ولا ما بيحضرش، بعض النقاط اللي هو اسقط في يده عندما سمع هذه الكلام. فلابد ان اذا فعلا ان احنا عايزين نطور كره القدم وتبقى صناعه كبيره، لابد ان يكون عندنا نقاط محدده، جدول محطوط ما يتغيرش باي شكل من الاشكال، كل الارتباطات موجوده، الكاف والفيفا حاطين اجندات بتاعتهم من سنتين ثلاثه، يعني ما فيش حاجه بتظهر مفاجاه. فاعتقد ان اتحاد الكره لابد ان يحذو حذو هذه الاتحادات، لابد ان هو ياخذ في مفهومه ان تبقى عنده الاجنده بتاعته ثابته، جدول الدوري موجود، الكاس هينتهي امتى، الكاس هيتلعب ازاي، كل الحاجات دي. لكن احنا دايما بتبقى عندنا الاسابيع متغيرات، عندنا كان احنا بنصحى نلاقي ان يوم العيد هيبقى 1/9، يعني احنا ما بنتحركش الا يوم 25/8 عشان نعرف ان العيد 1/9. طب ما العيد من السنه اللي فاتت الناس عارفه ان 1/9، لابد تبقى حاطط اجندتك وتبقى حاطط مجهز نفسك ومرتب ترتيبات. فاعتقد ان دي لابد مطلوبه جدا رحمه باللاعبين المصريين، لان لما اللي بيحدث في الدوري المصري لا يحدث في اي مكان في العالم، ولا يصب في مصلحه المنتخب ولا بيصب في صالح الانديه المصريه. استاذ اكرم، اخذك ليه اجواء اخرى، احنا النادي الاهلي بيلعب بطوله الدوري وبيلعب بطوله العربيه وبيلعب دوري ابطال افريقيا وبطوله كاس مصر، والجو العام في الرياضه في بعض من اللغط وبعض من الصدمات ما بين لائحه استرشاديه وجمعيه عامه عموميه ولجنه اولمبيه وكلام كبير قوي. كان من الممكن انه يؤجل حتى انتهاء الموسم، كان من الممكن ان يوضع في الاعتبار النادي الاهلي بيشارك مشاركات قاريه، لسه عنده مشاركات محليه في منتهى الاهميه، ولكن للاسف فوجئنا بين عشيه وضحاها بقرارات ولوائح وبعض من الامور اللي لم يتم دراستها جيدا من قبل المسؤولين.
يعني خليني بس الاول اتفق مع زميلي العزيز الاستاذ غلول في موضوع العشوائيه التي تدار بها الكره المصريه. وللاسف هي مش الكره المصريه بس، هي الكره الافريقيه بصفه عامه. الدوريات في اوروبا انتهت، البطولات القاريه في العالم كله انتهت الا في افريقيا. البطولات القاريه لا زالت مستمره، المواسم متصله، الكره الجماليه مش هتكون موجوده خالص. واللعيبه بني ادمين، اللعيبه بني ادمين. ما انا بقول لحضرتك الكره الجماليه مش هتكون موجوده لان ارهاق اجهاد. البلد الوحيده اللي فيها نسبه اصابات غير عاديه بالاصابات الغضروفيه والرباط يعني الصليبي، وخد كل الاصابات اللي موجوده عندنا. فخلينا نتفق ان هي مش هنتفرج على كره جماليه، ممكن نتفرج على حماس، نتفرج على اي حاجه، نتفرج على حتى الجمهور للاسف كمان مش موجود في الملعب اللي كان بيحرك اللاعبين وبيحاول ان هو يعيد حماسهم في الملعب تاني. كل ده اصبح للاسف مش موجود، وده اللي بياكد بقى زي ما حضرتك بتقول ان المنظومه كلها خطا في موسم شغال. وتفاجئ بوزاره الرياضه بتدعو العمل انتخابات في الانديه، مش عارف يعني ايه هي، ما هو السر في هذا التسرع في اجراء الانتخابات؟ ما احنا بقى لنا 20 سنه عمالين نقول قانون الرياضه جديد وما فيش حد بيعمل. السيد الوزير الرياضه المهندس خالد عبد العزيز كان من الممكن ان ينتظر انتهاء المواسم الرياضيه وخاصه القرويه في الانديه الكبرى زي الاهلي والزمالك، تمام، ويبدا في اجراء الانتخابات. ان يستثني هذه الانديه الكبيره اللي بتلعب في الدوريات وفي الكاس مصر وفي البطولات القاريه وتقام انتخاباتها بعد هذه ال. طب انا استاذن حضرتك استاذ اكرم، احنا معانا لقاء مع السيد مروان هشام عضو مجلس اداره النادي الاهلي مع زميلنا امير هشام من فندق الاقامه للنادي الاهلي ببرج العرب. أمير إليك الميكروفون، معاك السيد مروان هشام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حابين نسأله على آخر استعدادات النادي الأهلي وآخر أجواء معسكر النادي الأهلي قبل التوجه إلى ملعب المباراة. وبجدد التحية بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. معايا في هذه اللحظات السيد مروان هشام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في كواليس ما قبل هذه المباراة الهامة جدا، مباراة الأهلي والمصري في نهائي بطولة كأس مصر. مروان برحب بك في البداية، وأكيد عايز أخد رأيك في المباراة النهاردة، شايف المباراة إزاي وهل متفائل ولا إن شاء الله نحقق البطولة؟ برحب بيك وبرحب بالاستوديو، الناس اللي في الاستوديو أنا ما أعرفش مين اللي موجود. ماتش مهم طبعا، ماتش بطوله، ويعني جيت انا وباشمهندس محمود نحفز اللعيبه قبل الماتش، عايزين نكسب الدوري، عايزين نكسب الكاس عشان نقفل الصفحه بتاعت البطولات المحليه ونبتدي نركز في ماتش الترجي بقى، لان ده اخر معركه يعني قبل ماتش الترجي. اجتمعتوا مع اللعيبه انت والمهندس محمود طاهر ولا لسه؟ لا لسه، يعني هو مش اجتماع، يعني مفيش اجتماعات خالص، يعني هو مجرد باشمهندس بس هيحفزهم والناس تبقى عارفه ان احنا بنساندهم واقفين في ظهرهم زي العادي. يعني شايف ان شاء الله البطوله النهارده، النادي الاهلي غايب عنه بطوله كاس مصر بقالها فتره، متفائل ان النهارده ان شاء الله ممكن النادي الاهلي يرجع البطوله للدولاب عندنا في النادي ولا لا؟ بص، يعني احنا بالاهلي احنا دايما متفائلين، انا عمري ما دخلت ماتش او بطوله وانا مش متفائل، يعني فلازم اكون متفائل وان شاء الله نكسب. انا واثق في الفرقه، واثق في الجهاز الفني وكل الدعم ليهم، وان شاء الله يكونوا عند حسن الظن المسؤوليه وربنا يسهل. مش عايز استبق الاحداث، ان شاء الله باذن الله هنكسب النهارده، لكن في حاله ان شاء الله فوز النادي الاهلي بالمباراه النهارده هل هيكون في مكافئات خاصه بالمباراه دي ولا لسه الكلام ده؟ لا، ترجع بقى مجلس الاداره بقى دي مش دلوقتي لسه، بس مش هنسبق الاحداث، نكسب الاول واحنا ما بنبخلش على حد باي حاجه في النادي يعني. الرسالة اللي انت حابب تقولها للجهاز الفني واللاعبين، مباراة مهمة جدا، النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي بالتحديد مستني ان احنا نفوز النهارده، خصوصا ان احنا كمان هنلاعب فريق قوي زي فريق المصري، ايه الرسالة اللي انت حابب تقولها للاعبي النادي الاهلي قبل المباراة؟ يعني عاوزين بس نرجع الكاس اللي بقاله تقريبا من 2007 مش موجود في النادي، فعاوزين نكسب البطولة دي ويبقى استعداد حلو، اللعيبه حتى تخش على ماتش الترجي وهم كسبانين دوري وكاس، الدنيا بتفرق جامد بس انا عارف ان الفرقه والجهاز الفني مش محتاجين رسائل، هم عارفين المسؤوليه اللي عليهم وربنا يعني يكرمهم بقى ان شاء الله ويكرمنا ان شاء الله. تتوقع النتيجه؟ لا ما اعرفش.
أنا أكسب إن شاء الله بس مش مشكلة. ماشي ربنا يخليك. ماشي. ده كان لقائنا مع مروان هشام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. زي ما قلت لك يا محمد في حالة تفاؤل كبيرة جدا هنا في مقر الإقامة المتواجد فيه لاعبي النادي الأهلي قبل انطلاق هذه المباراة. مش ناقص خلاص إن شاء الله غير إن يكون النادي الأهلي إن شاء الله ولاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني موفقين النهاردة وإن شاء الله يقدروا يحرزوا هذه البطولة. لكن خليني متواصل معاك برضه وأوريك الأجواء اللي هنا موجودة في فندق الإقامة. هنا في بعض طبعا الأهلاوية الصغار طبعا مستنيين المباراة وعايزين إن شاء الله النادي الأهلي يفرحهم النهاردة. شايف المباراة النهاردة إزاي وتوقعاتك ليها؟ أنا متوقع إن المباراة تخلص 3-1. عبد الله السعيد هيدخل هاتريك. بقول لهم محدش يأنن بالكورة ويعتمدوا على هجمات المرتدة عشان المصري عندهم نقطة ضعفهم من هجمات المرتدة وكسبوا بيلعبوا متفقين إن شاء الله وإن شاء الله نكسب. وأنت رأيك إيه النهاردة في الماتش؟ توقعاتك ليه إيه؟ وشايف مين ممكن يتألق من لاعبي النادي الأهلي؟ يبقى 2-0 وعبد الله السعيد يدخل الجونين وبقول للأهلي اللي هم مش يأننوا عشان ما يكسب ناخد الكاس. لحالي. وأنت قول لي توقعاتك إيه النهاردة؟ ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0 واجاي وممكن عبد الله السعيد يجيب الجول. قول لي شايف مين النهارده ممكن يكون نجم الماتش من الاهلي؟ نجم الماتش احس ان هو هيكون اجاي او عبد الله. نكسب كام ان شاء الله؟ ان شاء الله 3-1 عبد الله السعيد جولين واجاي جول. لسه مستمرين معاك يا محمد ومعايا الان طبعا رضا احد مشجعي النادي الاهلي الكبار واللي دايما بيكون متواجد في الاستاد طبعا في اي مباراه خاصه بالنسبه للنادي الاهلي. رضا برحب بيك في البدايه وشايف النهارده المباراه ازاي وتوقعاتك ليها؟ والله هو طبعا ان شاء الله املنا في الله سبحانه وتعالى ان احنا ان شاء الله اللعيبه تبقى فايقه النهارده ونكسب ان شاء الله. للمصر صعب طبعا رامي احنا لو يعني لو طبعا فرقه محترمه مع مدرب محترم لكن احنا ان شاء الله داخلين اللعيبه متحمسه داخله طبعا مركزه ان هي تحصد الكاس بعد 10 سنين طبعا وان شاء الله ربنا بس يكون موفقنا ان شاء الله واللعيبه تقدر تفرح جماهير النادي الاهلي استعدادا لبطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. رغم الصعوبات والظروف اللي بتواجهك لكن دايما بتصر ان انت تكون متواجد في ماتشات النادي الاهلي. قول لي يعني طبعا حاجه جميله جدا منك واكيد لاعبي النادي الاهلي بيشوفوك بيبقى بالنسبه لهم حافز اكتر كمان ان هم يكسبوا. والله ده شيء سعدنا ده النادي الاهلي ده الكيان اللي احنا بنحبه من صغرنا طبعا وده شرف لينا ان احنا نيجي ورا النادي لان النادي الحاجه الوحيده اللي بتدخل بسمه على جماهير مصر حاليا فنتمنى ان شاء الله نبقى يعني نبقى ساند اساس الفرقه ان شاء الله وده حاجه بتسعدنا يا استاذ امير ان احنا نبقى ورا النادي في كل مكان ده حاجه بنفتخر بيها النادي الاهلي الكيان اللي دايما بيدخل البهجه علينا ودي احسن حاجه بتحصل لنا اللي فرحه الفوز الاهلي دايما يا رب. النتيجه كام النهارده؟ والله ان شاء الله طبعا اتوقع ان شاء الله يا اما 2-0 يا 2-1 او 3-1 ان شاء الله باذن الله ان شاء الله والاهلي فرحنا ايا كان يعني ان شاء الله بالتوفيق والسلامه. شكرا شكرا. لسه مستمرين معاك يا محمد وايضا بعض المتواجدين هنا من طبعا جماهير النادي الاهلي معايا ايضا احد الجماهير. المباراه النهارده توقعاتك ليها ايه؟ شايفها ازاي؟ مين ممكن يتالق من لاعبي النادي الاهلي؟ متفائل ولا لا؟ لا متفائل جدا ان شاء الله باذن الله باذن الله نكسب ان شاء الله باذن الله يعني على الاقل 2-0 باذن الله. شايف مين ممكن يعني يتالق من لعيبه النادي الاهلي النهارده او يكون عنصر بارز خلال المباراه؟ وليد سليمان، اجاي، احمد فتحي. متهيألي هنلعب بنفس التشكيل اللي لعبنا فيه الماتش اللي فات وان شاء الله باذن الله مكسب كبير ان شاء الله خصوصا لو ربنا سهل وجبنا جون بدري اعتقد النتيجه هتفتح ان شاء الله باذن الله. ايضا عايز اخد رايك النهارده شايف المباراه ممكن تكون ازاي وتوقعاتك للنتيجه ايه؟ هو ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق الفريق الاصلح بس ان شاء الله باذن الله بما اني مشجع اهلاوي فالنهارده هو ان شاء الله الاهلي هيكسب وباذن الله باذن الله كابتن صالح جمعه اللي هو حبيبنا كله هو يحط جول النهارده وكابتن حسام غالي ودانا باحلى بطوله ويرفعها النهارده هو كابتن عماد بتاعك ان شاء الله باذن الله. مين ممكن يبقى نجم الماتش النهارده؟ اعتقد ان شاء الله باذن الله هيبقى وليد سليمان وكابتن حسام غالي لو لاعب اساسي ان شاء الله. لسه مكملين وبحاول انقل لك كل الاجواء اللي هنا متواجده في مقر الاقامه يا محمد قبل مباراه مهمه زي مباراه الاهلي والمصري وان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز فيها. المباراه النهارده توقعاتك ليها ايه؟ ان شاء الله 3-0 ان شاء الله باذن الله. مين ممكن يحرز الاهداف من وجهه نظرك؟ اي حد منهم هيجيب جون بالنسبه لي هم كلهم واحد وكلهم لعيبه متفوقين نتمنى بس ان هم يتنهم كده مستمرين في النجاح فور ايفر. ميرسي.
شكرا. خلينا اقول لك ان كل الناس دي متواجده هنا ان شاء الله عشان المباراه، يعني هم متواجدين عشان يحفزوا لاعبي النادي الاهلي، متواجدين عايزين طبعا يلتقطوا صور تذكاريه مع لاعبي النادي الاهلي، لكن ان شاء الله كلهم متفائلين بالفوز النهارده. متفائل ولا لا؟ اه طبعا متفائل، ان شاء الله الاهلي يكسب النهارده ويشرفنا، بقاله فتره كبيره الكاس غايب عننا ان شاء الله. اعطيك النتيجه ممكن تبقى كده ان شاء الله 10-0 باذن الله. 10-0 يا ريت، نتمنى طبعا تبقى 10-0، لكن لا توقعاتك الحقيقيه 2-0 ان شاء الله. اوكي ميرسي. اوكي ميرسي. طبعا دي كانت بعض اراء الجماهير وبعض اراء الحضور المتواجدين في فندق الاقامه هنا بمقر اقامه النادي الاهلي في اسكندريه، وقبل ساعات قليله من انطلاق مباراه الاهلي والمصري في نهائي بطوله كاس مصر. ان شاء الله مش ناقص غير التوفيق للجهاز الفني واللاعبين، ان شاء الله النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي رجاله، وهيسعدوا كل جمهور النادي الاهلي النهارده من خلال الفوز على فريق المصري ومن ثم تحقيق هذه البطوله الغائبه بطوله كاس مصر. عوده لك يا محمد. شكرا ليك زميلنا امير هشام من مقر فندق النادي الاهلي واقامته في ابو الجر عربي الاسكندريه قبل التوجه الى ملعب اللقاء. وخلينا نقول ان عظمه النادي الاهلي في جمهوره، شايفين الجمهور، شايفين الالتفاف، شايفين رضا وحبه للنادي الاهلي رغم كل الظروف اللي هو فيها، ولكن دايما بيذهب للنادي الاهلي ودايما بيأزر النادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي. وعايز اقول لرضا النادي الاهلي يحبك كما تحب النادي الاهلي وكما انت بتسنده. بالتاكيد ان شاء الله النهارده لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني يحصدوا بطوله الكاس عشان انت تبقى مبسوط وترجع وانت مبسوط. وايضا المحللين الصغار دلوقتي اللعيبه الناس الصغيره الاطفال الصغيره كلهم فاهمين ما شاء الله في الكوره وكلهم محللين وكلهم عارفين، يقول لك عبد الله السعيد هيعمل ايه واجاييه هيعمل ايه، ويقول لك ممكن ازاي يشتغلوا مع بعض ويحط لك التشكيل، ويقول لك كمان واحد منهم قال لك الهجمات المرتده هي سلاح النادي المصري. ده كلام مش ناس صغيرين، ده ناس فاهمه قوي، وده جمهور النادي الاهلي اللي واعي وحاسس بقيمه النادي من وهو في يعني مقتبل العمر، لسه طفل صغير في يعني بدايه مشوار حياته، ولكن عارف قيمه النادي الاهلي الصراحه. يعني استاذ زغلول حاجه جميله جدا، ودايما عظمه النادي الاهلي في جماهيره. طبعا هي دايما اي فريق او بالذات خصوصا النادي الاهلي جماهيره اللي بتأذره دايما في كل مكان، ما هوش داخل مصر وخارج مصر، دايما بتكون عامل مساعد للاعبين، جماهير بتتفانى في حب الفانيلا الحمراء. فاعتقد ان ربنا بيكرمها وربنا بيوفقها عشان خاطر منظومه الحب اللي موجوده. بالنسبه للاداره هناك تقاليد وهناك امور كثيره موجوده في النادي الاهلي مش موجوده في اي نادي في منطقه الشرق الاوسط. فاعتقد ان دي ميزه كبيره للنادي الاهلي، ميزه ان جماهير بتحبه هذا الحب الجارف. لا تتخيل، بشوف الماتشات وبشوف الناس بتبقى ازاي بتتابع لعيبه النادي الاهلي وبتأزرهم. فاعتقد ان ربنا يوفق ان شاء الله النهارده ويفوز. طيب استاذ اكرم، كنا بنتكلم على فجاه الاجواء العامه لا تساعد على ان النادي الاهلي في انه يكمل مشواره. شفنا تصريحات السيد مروان هشام عضو مجلس اداره النادي الاهلي بيقول احنا مركزين عشان نتصدر البطولات المحليه ثم نذهب الى لقاء الترجي في دوري ابطال افريقيا. ولكن على الناحيه او على الجانب الاخر، هنا نتحدث على الجانب الاخر، المسؤولين في اداره المنظومه الرياضيه في مصر لا يعني ما بيساعدوش النادي الاهلي في ان هو يعني يمثل مصر بالتمثيل المشرف ويقدر ياخد بطوله افريقيا. للاسف هم تقريبا المسؤولين مش عارفين ان الاهلي مشارك في بطوله افريقيا. لان انا اعتقد ان دورهم الاساسي هو تحقيق الاستقرار. انا اسف يا استاذ اكرم، احنا لسه كنا بنتكلم على رضا، وادي يعني اقل حاجه يقدمها النادي الاهلي ان رئيس مجلس ادارته مهندس محمود طاهر بيذهب له بنفسه عشان ياخد معاه صوره، وده بيبين لك قد ايه عظمه النادي الاهلي وتقدير المسؤولين في النادي الاهلي لكل جماهير النادي الاهلي وكل جماهير المنظومه اللي هم اللاعب رقم واحد في النادي الاهلي. يا استاذ اكرم، تمام. ما هو يعني هي الجماهير دي للاسف محرومه، وكان يعني في مخطط لحرمان هذه الجماهير من حضور المباراه، وخاصة جماهير الأهلي. يعني مش عارف ازاي حتى الآن الجماهير ما بتحضرش المباريات، مين ورا الأمر ده؟ أنا مش قادر أفهم، يعني محدش يقول لي الدولة في حاجة وفي سر لإبعاد جماهير الأهلي عن الأهلي ومساندته في هذه المرحلة. طب أستاذ أكرم، يعني ما المستفاد من إن منظومة ماشية بشكل كويس ما شاء الله بتاخد خطوات ثابته سواء في تصدر بطوله دوري سواء في وصول لنهائي بطوله كاس، وايضا انا بمثل مصر على الصعيد الدولي سواء في البطوله العربيه او في البطوله الافريقيه، ولكن
بعض الامور اللي فيها ملابسات كتير واحداث كتير ومحدش يعني الناس مش فاهمه ايه القوانين وايه اللوائح وايش معنى دلوقتي يا كابتن محمد. يعني انا النجاح ان انا اقهر الظروف الصعبه. البعض تعلل ان الاهلي عانى في ايام ثوره 25 يناير وما بعدها بسبب الظروف الصعبه، ومجلس إدارة النادي الأهلي الحالي تولى المسؤولية في ظل هذه الظروف الصعبة، ومع ذلك هو نجح في قهر هذه الظروف. نجح في إن هو يضع النادي الأهلي على الطريق السليم. النادي الأهلي المؤسسة من المؤسسات القليلة جدا اللي في مصر اللي قدرت إن هي تتحدى الظروف اللي حدثت في مصر بعد الثورة. وحققت نجاح. زي مثلا نظام التسويق. البعض بيقول الأهلي كان مفروض يحصل على في التسويق، وللاسف اللي بيقول الكلام ده كانوا متواجدين في المنظومه السابقه. طيب انت في عز ما كان في استقرار في البلد، في هدوء، في جمهور، في مباريات منتظمه، كان في 141 مليون جنيه حق الرعايه للنادي الاهلي. لما ما فيش استقرار وما فيش هدوء وما فيش دوري منتظم وما فيش جماهير وما فيش معلن، الاهلي حقق 231 مليون جنيه. المجلس ده مجلس فاشل، لان هو قدر يحقق 231 مليون جنيه رغم كل هذه الظروف الصعبه، ومن سوقوه حققوا 141 مليون جنيه في ظل كل الظروف المهيئه لتحقيق اكبر المكاسب. عشان كده المجلس ده فاشل. ويقعد فاشل في ظل اللي بيحارب النادي الاهلي ونجاحه واللي بيسعى للكرسي والمنصب. والله يا فندم احنا نتمنى ان يضع او يوضع كيان الاهلي فوق الجميع، ودائما يكون دائما وابدا يكون هذا هو الشعار، ويكون الكل يعمل من اجل مصلحه النادي الاهلي فوق الجميع. احنا عندنا تقرير مهم عن الاهلي ان شاء الله يكون متوج لبطوله كاس مصر، وهو متوج للبطوله رقم 35 وهو الاكثر حصولا على بطوله كاس. نطلع ونشوف التقرير ونرجع ونكمل كلام. الأهلي صائد البطولات، شعار لم يأتي من فراغ، فالتاريخ لا يكذب والأرقام لا تعرف لغة المجاملات. فنادي القرن الذي توج كأكثر أندية العالم إحرازا للبطولات والألقاب يبحث عن لقب جديد وبطولة هي المفضلة له، ولم لا وهو أكثر الأندية تتويجا بلقبها ليتربع بلا منازع ولا شريك كملك متوج على عرش بطولة كأس مصر، والتي يحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بها ب35 كأسا. ويعتبر الأهلي أحد أكثر الأندية في العالم حصولا على بطولة الكأس المحلية، حيث يوجد عدد قليل من الأندية التي تمكنت من الحصول على الكأس أكثر من 30 مرة. وعلى مدار مشوار المارد الأحمر في البطولة الأقدم توج الأهلي بلقب الكأس ل35 مرة. كانت ضربة البداية وتميمة الحظ في هذه البطولة في البطولة الأولى عام 24 عندما فاز على السكة الحديد 4-1 في المباراة النهائية التي سجل فيها الأسطورة مختار التتشي هدفين. وتوالت إنجازات الأحمر في البطولة المحلية، فصال وجال وحقق العديد من الألقاب على مدار تاريخ البطولة القديم والحديث. فنادرا ما تجد الأهلي يغيب لفترات طويلة عن لقبه المحبب، وكثيرا ما احتفظ الأهلي باللقب لسنوات طويلة، حيث كانت بداية فترة احتكار الكأس لأربعة مواسم متتالية في الفترة من موسم 23-24 وحتى موسم 27-28، ثم احتفظ الأهلي باللقب لمواسم متتالية في الفترة من موسم 82-83 وحتى موسم 84-85. وكان الإنجاز الأكبر والرقم القياسي التاريخي لنادي القرن هي الفترة من موسم 40-41 وحتى موسم 49-50، والتي احتفظ فيها الأهلي بلقب كأس مصر لثمان مرات متتالية في إنجاز غير مسبوق لأي ناد في مصر. وكان اللقب الأخير للأهلي
في موسم 2006-2007 والذي أعقبه فترة خصام طويلة بين الكأس والأهلي لفترة دامت لعشر سنوات، في فترة هي الأقصى على جماهير وعشاق الفانلات الحمراء. لم ولن يفقدوا الأمل في فريقهم وجهازهم الفني في إنهاء هذا الخصام اليوم واستعادة الكأس الغائبة وإعادتها لمكانها الطبيعي في دولاب البطولات الكائن في مقر النادي بالجزيرة. عبر التاريخ الطويل للنادي الاهلي 110 سنه ما شاء الله من البطولات والانجازات، فلما بيذهب النادي الاهلي الى اي مكان بيبقى حدث، تحس ان في يعني حاجه كبيره بتحدث داخل المكان. وحضراتكم طبعا شفتوا معانا كواليس المعسكر مع وجود اللعيبه مع وجود المهندس محمود طاهر واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، شفتوا ازاي التفاعل ما بينهم وما بين اعضاء ورواد الفندق في الاقامه. بيبقى حدث كبير جدا ما بيحصلش كتير، عشان كده دايما النادي الاهلي هو من يصنع الحدث. اكمل كلامي مع ضيوفي الكرام ونستفيض في مشوار النادي الاهلي في بطوله كاس مصر. استاذ زغلول، النادي الاهلي بدا كاس مصر امام الالومنيوم بفوز بسداسيه، ثم واجه الداخليه وفاز بهدفين مقابل هدف، ثم تفوق على وادي دجله باربع اهداف مقابل هدف، ثم سموحه في قبل النهائي باربع اهداف مقابل لا شيء. النادي الاهلي في بطوله الكاس داخل بالعيار الثقيل. اعتقد ان هو حاطط هدف من الاول، يمكن بطوله كاس مصر كانت بالنسبه للاهلي في السنوات الماضيه ما كانش بيديها الاهتمام المناسب ليها، على انها بطوله بتيجي دايما في وسط مواسم الاهلي بيكون مكمل في افريقيا وبيكون مكمل عنده مجموعه من الارتباطات، لكن
وايضا في بعض المواسم لها ظروف خاصه. يعني بيبقى دايما مش بيديها لنفس اهتمام بطوله الدوري، فاعتقد ان هو السنه دي مديها الاهتمام الكامل، بادئ من البدايه ماتش الالومنيوم وبعديه ماتش الداخليه وبعدين وادي دجله، تلاقي فيه المكسب ومكسب عن اقتدار، ما هوش مباراه مثلا خارج فيها بضربات الجزاء او خارج فيها مكسب بقى ضعيف، لكن كل المباريات فيها اربعه وفيها سته وفرق كبير. فرق كبيره يعني، وادي دجله وسموحه لما طبعا في اربعه وده اربعه فرق من عيار التقيل، فرق يعني كبيره وفي الدور قبل النهائي، فبيأكد يعني منطقيا الصوره واضحه قدام الناس. انت لو بتتكلم على المنطقيه، لا كل الظروف بتصب في مصلحه النادي الاهلي في اللقاء اليوم. منطقيا الاهلي يفوز بكاس مصر منطقيا، طبعا كل الاحتمالات وارده وكل المفاجات، ودي مباراه كاس مصر، لكن لو جيت تقيسها بالنسبه حطيت المتنافسين في ده في كفه وده في كفه، لا كفه الاهلي راكحه جدا بعيدا عن اي عواطف او بعيدا عن اي حاجات انتماءات، بعيدا عن اي انتماءات. لا انت بتحط قيم فرقه واخده كاس مصر 35 مره، واخده تاريخ حافل من الانجازات في مسابقه الدوري العام، في 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 بطولات عربيه، بطولات افريقيه، وفريق النادي المصري كل الاحترام والتقدير ليه، لكن بطوله واحده كاس مصر في التاريخ وبتزين تاريخه سنه الطويل. 98 يعني ده كله تاريخ. فانت بتتكلم لو بتتكلم منطقي، المنطقيه تصب في مصلحه النادي الاهلي. بتتكلم بقى ان مسابقه كاس مصر والمفاجات، كل طبعا كل المفاجات وارده في هذه المباراه. دائما مباراه الاهلي في، لو جينا نبص الاحصائيات هتلاقي برضك نهائي كاس مصر اتقابل المصري والنادي الاهلي ست مرات قبل كده، كلها 6-0 لصالح، يعني كلها تصب في مصلحه النادي الاهلي. فاعتقد ان ده بيصب في مصلحه النادي الاهلي، بيصب في مصلحه القلعه الحمراء. بشايف ان هو لابد ان احنا النهارده عرس رياضي ونهايه موسم، لابد ان احنا جميعا نسيب لاعيبه الاهلي لو في الظروف العاديه وبتلعب بدون تنشانه وبدون اصابة، اعتقد ان هيكون الامور سهله بالنسبه لي. طيب استاذ اكرم، النادي الاهلي بيلعب في ثلاث بطولات، وكان في بطوله رابعه هي البطوله العربيه. يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي وايضا الجهاز الفني ان ما شاء الله ان الاهلي عنده من القوام ومن القائمه جاهزيه لعيبه، ولعيبه كتير في كل مكان، في لعيب واثنين وثلاثه، وده اللي ادى للكابتن حسام البدري حتى في نهايه الدوري ابتدى يعطي فرصه للعيبه قليله المشاركه. نفس الشيء حدث في البطوله العربيه ثم كاس مصر. هل شايف ان صفقات النادي الاهلي دعمت القائمه بشكل كبير جدا؟ انا مش بتحدث عن الصفقات الصيفيه فقط، انا بتكلم على الصفقات اللي حدثت ايضا في يناير، استقدام اللاعب احمد حمودي، وكان في كوليبالي اللي لعب فتره ومشي، وايضا في منذ بدايه الموسم الماضي النادي الاهلي عمل صفقات ادت له اريحيه في ان هو يكمل البطولات الثلاثه. يعني احنا عشان نتكلم على الصفقات، احنا يعني نقول ان الساحه مش موجود فيها افضل مما حصل عليه النادي الاهلي. كان ممكن يكون في افضل، لكن هي الساحه في ظل دوري غير منتظم، في ظل دوري ما بيطلعش نجوم، انت حتى الجهاز الفني المنتخب الوطني ما بيعرفش يختار، مش قادر يختار، لان ما عندوش مقاومه اغلبهم المحترفين، ما عندوش منظومه قويه بيقدر يحدد منها مستوى اللاعب الحقيقي ايه. فنقدر نقول ان الاهلي بيحقق افضل الصفقات في ظل المتاح. انت النهارده برضه عشان تجيب من بره، الاختلاف بتاع سعر الدولار اصبح في صعوبه كبيره جدا ان انت تجيب لاعب مميز. بس يعني النادي الاهلي ما شاء الله لاعب مميز بقاله سنتين في مبالغ خياليه. يا استاذ اكرم، بقاله برضه ما شاء الله في بقاله موسمين او ثلاثه، بدايه من صفقه ايفونا لاعب منتخب جابون. تمام. اتحدث عن وليد ازارو لاعب منتخب مغرب، وده لاعب دولي. اتحدث عن جونيور اجاري، مستقبل كبير جدا ولاعب من اللعيبه الاقوياء جدا. كوليبالي حتى اللي لعب فتره وهرب، كلهم جم قبل ارتفاع وتغيير سعر، بس ازارو جه بعد التعويض يعني. وبعدين جابوا لك بعد كده مبالغ كبيره جدا. لا انا بتكلم حضرتك على المتاح في الوقت الحالي، المتاح الساحه ضيقه جدا في عمليه الاختيار. الاهلي بيختار بقى افضل الموجودين قدامه وافضل الموجودين في هذه الظروف يعني. تمام. في طبعا مشاكل، ما نقدرش نقول ان ما فيش مشاكل، في مشاكل. انت عندك النهارده مشاكل في خط دفاعك، في عندك غيابات بسبب الاصابات، في رحيل احمد حجازي عامل لك مشكله. يمكن برضو لو انت بصيت بقى على اللي انا بقول لحضرتك عليه، على المنظومه بالكامل، خطوط الدفاع في المنظومه بالكامل ضعيفه، زي خطوط الهجوم في المنظومه بالكامل ضعيفه. انت المنتخب مصر مش لاقي مهاجم، وده حقيقي في مشكله في ازمه لاعب رقم 9 المهاجم الصريح ده. احنا بنتكلم بقى على المنظومه. نعم.
تمام، انت بتختار افضل الموجودين في المنظومه. ممكن دول لا يحققوا امال الاهلي الكبيره ان هو يفوز ببطوله افريقيا، يوصل لكاس العالم، الكلام ده كله في حاجات، في تطلعات كبيره احنا لسه ما بنبص ليها. احنا بنتكلم دلوقتي على الدوري المحلي وعلى الكاس وعلى البطوله العربيه، لكن التطلعات الكبيره اللي هي بتاعت ابطال افريقيا، التطلع بتاع الوصول لكاس العالم والظهور بمظهر مشرف، ده كله محتاج عناصر افضل واستقرار اكبر في المنظومه الكرويه في مصر، دوري منتظم تقدر من خلاله اللاعب اللي قدامك تقدر تحكم على المستوى بصوره سليمه وتعده بصوره سليمه. استاذ زغلول، نروح لجاهزيه النادي الاهلي من الناحيه الفنيه مع كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري ما شاء الله في هذا الموسم تفوق على كل المنافسين، يعني بنتحدث عن في الدوري الممتاز فاز على الزمالك، فاز على المصري، فاز على الاسماعيلي، فاز على المقصه، فاز على سموحه، وده لم يحدث منذ فتره، يعني بيتفوق على كل المنافسين، حتى فاز على الزمالك وهو المنافس التقليدي للنادي الاهلي ذهابا وايادا. شايف ان كابتن حسام البدري هذا الموسم ورغم كثره انتقاده، لكن هو هل حقق النجاح اللي مطلوب منه؟ اعتقد ان الجهاز الفني طبعا ما تقدرش تقول ان هو حقق النجاح بنسبه 100%، لان عندك البطوله العربيه، خروج الفريق رغم انها كانت بطوله الاهلي ما كانش مديها الاهميه زي بطوله افريقيا، او ان هي كان مديها الاهتمام ان هو بيحاول يجرب فيها، لكن شايف ان النادي الاهلي بدا يعود، فتره انتهى من فتره تغيير الدماء. طبعا النادي الاهلي يعني مجلس الاداره اللي كان اللي موجود ده تسلم الفريق في فتره صعبه جدا وفتره عسيره جدا بالنسبه لاي مجلس اداره، ان يجي بعد طوفان من احتكار جميع البطولات القاريه والمحليه. جت فتره اللي هي فيها سنه الحياه وتغيير الدماء، اعتزال ابو تريكه واعتزال وائل جمعه واعتزال بركات واعتزال، قعد في الفترة دي يعني دايما يعني بيبقى لها رينج معين، الخبراء بيبقوا حاطينه 4-5 سنين بالنسبة لقوة كل نادي، وفي نادي بيروح بيرجع بعد 10 سنين وبيرجع. حضرتك بتتكلم على الإحلال والتجديد. الإحلال والتجديد، أنت دلوقتي بتجني ثمار الاستقرار داخل النادي الأهلي. كابتن حسام هو يجني ثمار الاستقرار، بدأ الأهلي يعود من جديد، بدأ يبقى عنده فرقة متوسط الأعمار نزل. بدأ تشكيلة مجموعة جديدة داخلة في النادي الأهلي، فأعتقد إن دي مدية دفعة للكابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري أوفى قلنا ب 95% من المطلوب منه. البطولات الرسمية. البطولات الرسمية الراجل قدم فيها، ودليل إنه ما كانش موجود في البطولة العربية وسافر ورجع، يمكن يكون بيدي فرصه لبعض الوجوه اللي احنا شفناها، لان ده بردك لازم الاهلي قبل ما يستغنى عن اللعيب او قبل ما يقول للاعيب متشكرين بيديله الفرصه بردك، عشان ما يطلعش يقول انا مثلا ما خدش فرصه، لا الاهلي ادى الفرصه لبعض العناصر في البطوله العربيه. لكن النضج الفني وصل في هذه المرحله، وصل لمرحله كبيره جدا داخل النادي الاهلي، قدر الكابتن حسام البدري يحقق المطلوب منه في بطوله الدوري، قدر ان هو يحسم البطوله قبل انتهاء باسابيع، وده شيء ده انجاز داخل نهائي كاس مصر، واعتقد ان هو مرشح اول ليه، ده انجاز. واصل في الدور الثمانيه في دوري رابطه الابطال الافريقيه، يعني معنى كده ان الراجل مكمل وماشي في طريق مظبوط، ده بيعكس استقرار اداري واستقرار فني. طيب. استقرار فني. انا عايز اخد مع حضرتك بس معانا تقرير عن توقعات الجمهور النادي الاهلي عن نتيجه المباراه، ونرجع ونكمل كلام. علاء ميمون، علاء ميمون، هو جول، هو جول، في الهلال على التنفيذ، جول، 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 جول. جمهور الاهلي ان شاء الله عنده ثقه جامده قوي، ان شاء الله ربنا يكرمنا، ان شاء الله مكسب محترم، وهنقدم مباراه عظيمه، وجاهزين للمباراه فنيا ومهاريا وبدنيا وكل واستقرار وكل حاجه. النادي الاهلي مش غريب عليه البطولات، ودي بطوله هتضاف الى الدولاب من ضمن البطولات اللي جماهير الاهلي بتحبها وهي غايبه عننا بقى لها 10 سنين. هو الاهلي باذن الله يعني 2-0، عبد الله السعيد وحسام غالي هيعمل فرق كبير قوي لو نزل برضه بحكم خبرته يعني. ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكسب اكيد يعني 1-0 ان شاء الله. ان شاء الله هتتجمع بكره بامر الله، الاهلي طالما اشترك في بطوله بياخدها.
لو ما خدناهاش ده هيبقى ظرف استثنائي، انما الاهلي طالما شارك في البطوله يبقى بطل البطوله ان شاء الله. لازم، لانه طبعا لازم يحقق الكاس بعد فتره طويله، ودي الفرصه اللي قدامه انه يجمع بين الدوري وبين الكاس السنه دي. ان شاء الله 2-0 ان شاء الله الاهلي طبعا، لازم الاهلي يكسب طبعا، لازم البطوله نقدمها للشهداء طبعا، ده اهم حاجه، لازم تلعب بروح واراده عشان ده المكسب اهم حاجه يا كابتن. سيبك من الكاس، ان شاء الله مكسب الاهلي باذن الله. ان شاء الله 3-0 للاهلي. صالح جمعه لازم اجيب جول، لازم اساسي لازم صالح جمعه يجيب جول. هي المباراه هتبقى قويه من الفريقين، واللي هيكسب ان شاء الله يعني هيكسب بفرق ضئيل، يا 1-0 يا 2-0. وبس انا شايف ان النادي الاهلي احسن واكثر تنظيما. والله ان شاء الله نكسب 2-0. ان شاء الله نفوز باذن الله. لعبتنا رجاله ورايحين ناويين على الفوز ان شاء الله، كلهم لعبه رجاله واحنا واثقين فيهم ومسكون في مهاراتهم ومسكون في المدرب، واحنا كجمهور وراهم باذن الله. ان شاء الله الاهلي هيكسب، يعني انا متوقع ان الاهلي يكسب بنتيجه كبيره اصلا. ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله رب العالمين الاهلي هيكسب وهيرجع البطوله دي الاهلي اللي ما خدهاش بقاله كام سنه، وان شاء الله رب العالمين الاهلي حديد، وان شاء الله رب الاهلي هيكسب 3-0 باحمد حمودي وعماد متحف. لا ان شاء الله هنكسب، يعني لان المصري يعني بعد فوز الزمالك طبعا حسام حسن اتمنى يعني ان هو يكسب الاهلي، بس ان شاء الله هنكسب. اهم حاجه يعني انا عارفه ان الاهلي اساسا ما فيهاش جدال هيكسب باذن الله. كام بقى دي يعني بصراحه يعني بحسها ان هي بتبقى فرص من عند ربنا يعني، فباذن الله يعني ان شاء الله ممكن يبقى 3-0 باذن الله يعني. الاهلي يغلب المصري ان شاء الله. اكيد هيكسب، اكيد هيكسب. كام بقى؟ 3-2 الله اعلم. علاء ميمون، علاء ميمون، هو جول، هو جول. الهلال على الترتيب، نكرر جملة واحدة، نادي الأهلي قوته في جمهوره، قوته في جماعته العمومية، الجمهور هو اللاعب رقم واحد في الفريق، الجمهور، جمهور النادي الأهلي دايما هو اللي بيحرك الحجر، وعلى مدار السنين كنا بنستعرض مع حضراتكم نهائي كأس مصر الست مواجهات قبل كده مع أمام النادي المصري، منهم ماتش في 84، النادي المصري كان متفوق لغاية آخر ثانية، وجمهور النادي الأهلي لا يكل ولا يمل من مؤازرة نادي الأهلي، والنادي الأهلي استطاع في التعادل أدي أمام حضراتكم الهدف الأول للنادي المصري، ثم في آخر ثانية ومع الدعم الجمهور، بصوا كابتن علاء ميهوب وهي حط كرة، بصوا الاستاد ولع ازاي، الأجواء ديت هي اللي بتدي قيمة كرة القدم، كرة القدم في قيمة وجود جمهور داخل الملعب، النادي الأهلي يفتقد إلى جمهوره بشدة في اللقاءات الحاسمة، لقاءات دوري أبطال أفريقيا، لولا جمهور النادي الأهلي كان من أهم وأكبر العوامل في صعود النادي الأهلي لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، وإذا كان جمهور النادي الأهلي حاضرا في نهائي الكأس كنتوا هتشوفوا كلام تاني وشغل تاني، لأن الجمهور هو العنصر المفاعل لكرة القدم، العنصر الجمالي الأكبر من لجمالية كرة القدم. ومعانا من ملعب برج العرب زميلنا فاروق صلاح مراسل النادي الأهلي.
فاروق ماذا لديك من هناك؟ من الوقت 11 دقيقة من الشوط الأول الإضافي، وأصبحت النتيجة 2 للأهلي 1 للمصري اللي جابوا الجولين للنادي الأهلي. يعني منظر الجمهور بتاع النادي الأهلي، حتى العسكري بيحتفل، حتى العسكري أستاذ أكرم بيحتفل بجون النادي الأهلي. الجمهور والتفاعل والتناغم ما بين النادي الأهلي وجمهوره هي علاقة حب، علاقة حب بتتبني من منذ الولاده، وعشق النادي الاهلي منذ الولاده، وعشق لا ينتهي، عشق ما بين الجماهير وما بين الفريق. يعني يا استاذ زغلول اكيد شايف طبعا ان هو الجمهور عامل من العوامل المتعه في كره القدم. كره القدم يعني بدون جمهور زي اللي بيعمل مسرحيه تلفزيونيه في داخل الاستديو مقفول، ما فيش الرياكشن بتاع الجمهور. اللعيب بيأدي بعيدا عن الجمهور، بتلاقي بيختلف تماما مع الجمهور. يمكن احنا بنشوف كل في كل العالم. يا ريت بس مخرجنا يقعد لنا فرحه العسكري وهو بيحتفل مع الجمهور بالهدف الاول للكابتن علاء ميهوب في هذا اللقاء. الفرحه مميزه جدا، فرحه جميله جدا، بتبرز كل عناصر. بص الناس بتنزل تحتفل وكله بيجري. النادي الاهلي حاجه ثانيه. طبعا يعني انا الجمهور لابد ان هو يبقى فيه رؤيه للفتره اللي جايه لعوده الجمهور. منظومه كره القدم لن يعتد بيها، لان انت بتتكلم في خسائر فادحه للانديه والنادي الاهلي على وجه الخصوص. لو اتكلمنا بقى منطقيا، النادي الاهلي يخسر ملايين سنويا من عدم حضور الجماهير، لانه النادي الوحيد اللي بيملك قاعده جماهيريه طاغيه على مستوى الشرق الاوسط. طبعا انت لما بتيجي اي ماتش بتلاقي الاستاد كومبليت. انت شوف، تخيل هذا الرقم. يعني الاقتصاديين او الناس اللي بتوع التسويق الرياضي يعرفوا ان في خسائر فادحه للنادي الاهلي، ان هو بيتعرض لخسائر فادحه في كل مباراه، ان كل مباراه ما بيحضرهاش جمهور. لابد ان يكون في اليه موجوده لعوده الجماهير، لان احنا لو استمرنا بهذا المنوال كره القدم هتفقد متعتها. الاقتصاديات الانديه بتعاني، والانديه عندها ارتباطات كثيره. يعني النادي الاهلي ما بالصفقات اللي بتتم دي، ما هي صفقات بالملايين، والسفريات بتاعته في الخارج والشرق في افريقيا اصبحت صناعه، فاصبحت صناعه. فالصناعه دي بيكملها الجمهور ودخل الجماهير، وبتعرف الجماهير لما بتكون موجوده في الملعب بتعرف تتعامل ازاي، بتساهم في ان فريقها بينتصر. والانتصارات دي بتترجم لفلوس في شركات راعيه، وان انت لما بتاخد فرقه كسبانه كل البطولات بتقدر تحط الارقام اللي انت عايزها. فاعتقد ان الخاسر الكبير من حته الجماهير هي النادي الاهلي. ويعني لابد ان يكون في الفتره اللي جايه في ملف. يمكن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الاخير بتاع الشباب كان بيتكلم عن عوده الجماهير، وكان بيطالب المعنيين سواء في وزاره الداخليه او سواء في وزاره الشباب وسواء في اتحاد الكره، ان لابد يكون الملف ده مفعل ضمانا لعدم حدوث امور اخرى قد تؤثر. احنا فعلا اتجرحنا منها، واكتر الناس اتجرحت منها هو جمهور النادي الاهلي. والله يعني على المسؤولين ان هم يضعوا اليات مفعله لعوده الجمهور مره اخرى. في بعض الاقتراحات ان النادي المضيف يكون هو صاحب الجمهور في اللقاء، في بعض الاقتراحات الاخرى. نتمنى ان زي ما في يعني سرعه لوضع اللوائح الاسترشاديه وغير الاسترشاديه، يبقى في سرعه مره ثانيه لاليات عوده الجماهير. استاذ اكرم، انا مش عارف يعني ايه لائحه استرشاديه. انا انت جبتني بقى ناحيه اللائحه. انا مش فاهم هو اصلا اللي قال اللائحه الاسترشاديه، يعني انا اخد بيها او ما اخدش بيها، او استرشد ببعض الامور فيها، لكن ما تجبرنيش ان انا اخدها. فهم حتى اللفظ اللغوي بتاعهم هم مش فاهمينه. يعني أنا عايز برضك أتكلم في النقطة دي. يمكن أنا قطعت في هذا الموضوع شوط كبير، ويمكن ما عندناش وقت. طيب احنا عشان ما عندناش وقت للأسف الوقت ده يهمنا الكرة، نتكلم في الكرة. توقعات حضرتك للقاء كيف يسير؟ توقعات أنا توقعاتي إن الماتش في احتمالين. احتمال إن المنطقية الأمور تسير في سيرها الطبيعي، الأهلي ياخد الماتش من بدايته ويصنع الفارق من البداية ويريح جمهوره ويريح الجهاز الفني.
الامر الثاني ان بقى يبقى في مفاجآت او 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 كره القدم بتعترف بالمفاجآت ولازم أن يكون الفريق اللي قدامك، لكن لابد ان جماهير الاهلي وجماهير العريضه في كل مكان تعترف ان المباراه لا تنتهي الا بصفاره الحكم. ويمكن احنا لسه شايفين نهائي 84 الاهلي في الدقيقه 84 في الدقيقه يعني في الوقت الضايع كابتن علاء ميهوب بيحرز الهدف التعادل وفي الوقت الاضافي بيقدر يسجل. فاعتقد ان لابد الناس تكون عندها نفس طويل والناس تقعد، المباراه ما بتنتهيش الا بصفاره الحكم النرويجي النهارده ان شاء الله. استاذ اكرم، ما توقعاتك للقاء؟ شوف، هو التوقعات صعبه بالنسبه للمباراه، يعني هي المباراه صعبه، لكن ان اللي هيحدد وهيكون الورقه اللي ليها الحق الفوز في المباراه هي الورقه اللي هينجح فيها مديرها الفني في توظيف المجموعه الموجوده عنده في المباراه طبقا للقسم اللي موجود قدامه وطبقا للمشاكل اللي بيعاني منها. يعني احنا النهارده لو بصينا للاهلي، انت عندك مشاكل في خط دفاعك، ازاي كابتن حسام البدر هيتعامل مع هذه المشاكل ويوظف المجموعه اللي عنده؟ تمام، ازاي كابتن حسام هيقدر يواجه طريقه لعب فريق النادي المصري البورسعيدي؟ دي كل الامور ديت هي اللي هتحسم موقف المباراه. نفس الكلام بالنسبه للكابتن حسام حسن، هو عنده عناصر شبابيه كتير، الاهلي عنده عناصر خبره كتير. اعتقد ان المباراه يعني هتكون فكر الجهاز الفني في الفريقين هو اللي هيحدد مستقبلها وطريقه السير. طبعا في النهايه الوقت يعني داهمنا، ولكن بشكر ضيفينا الكريمين الاستاذتنا الكبار استاذ غدور صيام، كنت تشرفنا النهارده في استاد الاهلي. انا سعيد بوجودي معاكم في قناه النادي الاهلي، وكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في فتره. ايضا استاذ اكرم عبد الغني، كنت تشرفنا النهارده ونورنا، دايما تكون معانا ان شاء الله باذن الله. يعني حاجات كتير قوي عايز اقول. الوقت خلاص، احنا عشان نطلع لفقره طبعا نطلع ونستقبل نجوم التحليل في استاد الاهلي، هنطلع فاصل ونرجع ونكمل كلامنا. استاد الاهلي تغطيه خاصه لنهائي كاس مصر، الاهلي والمصري والفوز للاهلي باذن الله.